بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإيمانا ويقينا برحمتك يا أرحم الراحمين. قد انتهينا من كتاب المناقب في الدرس الماضي ولله الحمد، الآن نبدأ بكتاب المغازي. والمغازي جمع غزوة، وأصل المغازي يعني الجمع لازم يكون يناسب المفرد، فمغازي كيف يعني تجمع من غزوة؟ فقالوا أصلها مغزى، فجمعت على مغازي، ثم نقلت الكلمة المفرد فلها يعني ألفاظ متعددة، منها غزاء وغزوة، ونقول وقال وأضيف إليها الميم فصارت مغزى، وحذف مقابلها الألف أو الواو، يعني غزاء حذفت الألف وضع على بدلها الميم فصارت مغزى، هكذا يقولون. يعني على كل حال بعضهم يقول كل هذا كل واحد أصل بنفسه، يعني لا حاجة أن نقول مثلا هذا وهذا، أن العرب نطق بهذا ونطق بهذا فذكرت هذا. والأصل في الغزوة المغزى هو المقصد، أنا أقول مغزى الكلام، ما معنى مغزى الكلام؟ مقصده يعني مغزى الكتاب، مقصد الكتاب. فالأصل في المغازي هو القصد إلى الكفار أو القصد إلى القتال. فالمغازي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو قصده صلى الله عليه وسلم قتال الكفار بنفسه أو بجيش يرسله عنه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المغازي. طبعا المغازي العلماء اهتموا بها كثيرا يعني وأفردوها بالتأليف، كتب المغازي لمغازي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بها المؤلفون والمؤرخون، وأفردوا هذا البحث هذا الباب باب المغازي بكتب خاصة. وحتى الآن نحن عندما نذكر السيرة لا نذكر إلى المغازي، نقول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأكثر ما يركز فيها على المغازي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يحفظون أولادهم المغازي، يحفظونهم مغازي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته، ويذكرونها لهم كثير من ذكر مغازي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مهم في تربية الأبناء، يذكر فيها يعني نهج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، منهجه صلى الله عليه وسلم، وهذا باب مهم جدا، وهو باب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ويتربى الولد على الشجاعة وعلى الإقدام وعلى التوكل على الله والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. لذلك هذا مهم جدا بالنسبة للأولاد أن يذكر لهم دائما سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وللأسف اليوم يعني هل يعني الأفلام التي توضع للأولاد وكذا يبتعدون جدا عن مغازي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعن سيرة السلف الصالح، يؤتى بتمثيل أشياء اختراعات من الأذهان، هذا بطل كذا وهذا بطل كذا، وكلها أوهام. كما قال أحدهم قال نحن اليوم مغرر بنا في برامج الأطفال، لأن الطفل يحب المغامرة، يحب شيء يعني يراه يتمسك به، فهم يخترعون له أشياء كاذبة وشيء فوق الخيال، بعد ذلك يظن يعني يرى بنفسه العجز أن يكون مثل هذا فيبقى قاعدا. أما نحن لو درسنا أولادنا ولو جعلنا لهم برامج أطفال في يعني القتال وكيف كان الجهاد وكذا، فهذا يكون فيه تشجيع للولد ويكون فيه أمامه أسوة وقدوة في هذا الباب. لذلك أذكر أن والدي رحمه الله تعالى عندما كنا صغارا كان يحدثنا عن غزوات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يحدثنا عن الهجرة وعن بدر، ويحدثنا عن أحد، حدثنا إن أنا أذكر يعني المغازي التي أحفظها من والدي رحمه الله تعالى، ما أذكر إني يعني عندما قرأنا بعد ذلك الكتب يترسخ في الذهن يعني. أما أصل المغازي يعني أذكر كيف كان يشرح لنا كأنك تحضر القتال، أنت تحضر المعركة. هذا الباب باب مهم جدا، هذا أمر. المسألة الثانية أن باب المغازي لا بد من دراستها دراسة دقيقة
حتى نفهم الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذا ما درسنا مغازي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أسباب المغازي، التجهيز لهذه الغزوة، كيفية القتال، ماذا حصل بعد القتال، كيف تصرف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن ما نفهم هذا الباب، باب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. لذلك الدكتور محمد خير هيكل في كتابه الجهاد والقتال في السياسة الشرعية، قبل أن يتحدث عن الجهاد أورد حوالي 350 صحيفة يتحدث فيها عن مغازي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذ نحن ندخل هذا الباب، والأصل فيه هو جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نحن ما نظرنا إلى جهاد النبي صلى الله عليه وسلم العملي، كيف يمكن لنا أن نتصور الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى؟ فإذا المغازي والغزوات هي مهمة جدا لباب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. الإنسان يفهم كيف كان يتصرف النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء كلهم كانوا عندما يتحدثون في الفقه ينطلقون من مغازي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقال أن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى إمام أهل الشام، وكان عالما بالسير، عندما سمع أنه ألف في الإمام أبو يوسف الإمام محمد يتكلمون في المغازي وفي السير، فقال ما أعلم أهل العراق بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب الإمام أبو يوسف كتاب الرد على سير الأوزاعي كتابه، وألف الإمام محمد يقال أنه على اسم هذا ألف كتاب السير الكبير يبين. قال ولما وصل الإمام الأوزاعي هذه الكتب قال والله إن هؤلاء لا يكتب هذه الكتب إلا من عنده علم، وأصلا تراجع الإمام الأوزاعي عن هذا الادعاء، أنه ما أدرى أهل العراق بمغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمغازي هي أصلا لها اهتمام كبير من العلماء قديما، اهتموا بها، وخاصة عندما ألفوا في الفقه والأحكام الشرعية، فانطلقوا من مغازي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يقرأ السير الكبير للإمام محمد يجد فيه هذا الباب واضحا جدا، كيف يستدل من الأحكام الشرعية من خلال مغازي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الخلاف الذي وقع بين العلماء هو الخلاف في النقل، هل هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أم هذا، وربما يكون في أمر مثلا مختلف في النقل، فلذلك اختلف فيه الأحكام عند الفقهاء كبقية الأحكام الشرعية. طبعا المشهور في الغزوة أنه ما هو ما ذهب فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ما خرج فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى غزوة، ما لم يخرج فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تسمى سرية. طبعا إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة سواء قاتل أو لم يقاتل تسمى غزوة، تمام، سواء لقي قتالا أو لم يلق قتالا تسمى غزاة أو غزوة. الذي ورد في عدد الغزوات وسيأتي معنا أنها 19 غزوة، 19 غزوة قالها زيد بن أرقم أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غزا هذه الغزوات، ولكن بعضهم يقول لا هي أكثر من ذلك، يقول 24، بعضهم يقول 27، فمختلف. العلماء جمعوا بين هذا الاختلاف في عدد غزوات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الغزوات الأساسية التي غزا فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد يحصل في أثنائها غزوات أخرى، في الطريق في كذا، فلا تذكر لوحدها، فتذكر الغزوات الكبرى. فلذلك نحن نعرف الغزوات المشهورة، وهي الغزوات التي قاتل فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، غزوة بدر وأحد والأحزاب وغزوة بني المصطلق المريسي وغزوة خيبر وحنين وفتح مكة وقديد. أما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أول غزوة هي غزوة الأبواء، غزوة بواط، غزوة العشير عشيرة، غزا النبي صلى الله عليه وسلم وادي القرى، في غزوة النبي صلى الله عليه وسلم لفدك، أيضا غزوات النبي صلى الله عليه وسلم الصغيرة التي هي في الطرق متعددة. غزا النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، لكن هذه الغزوات التي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم
منها يعني طبعا تبوك عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك هو كان مر على وادي القرى مثلا، تمام، وصار ما بينه وبين أكيدر دومة الدومة ومن الصلح وكذا مع، فهذا هو هذه الغزوات التي ذكرت عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أشهرها الغزوات الكبرى التي قاتل فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري رحمه الله تعالى بدأ بالغزوات الأولى لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: باب غزوة العشيرة أو العسيرة، يعني شك أنه هي اسمها هي العشيرة أم العسيرة. طبعا العلماء يقولون العشيرة قولا واحدا، أما العسيرة ليست بصواب، لأن العسيرة إنما هي تطلق على غزوة تبوك. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، لذلك تسمى تلك الغزوة غزوة العسرة، غزوة تبوك. وقال ابن إسحاق: أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء، ثم بواط، ثم العشيرة. الأبواء ثم بواط ثم العشيرة. طبعا قد يقول: أين غزوة ودان؟ أليس كذلك؟ في غزوة ودان أيضا. قالوا: الأبواء والدان هما شيء واحد، الأبواء والدان هما شيء واحد. فالأبواء هي مكان قريب من الجحفة، حوالي 25 كيلومتر تقريبا، والدان قريب منها، يعني بين الأبواء والدان يقول حوالي 10 كيلومتر تقريبا يعني. ثم بواط، بواط والعشيرة أيضا قريبين من بعضهما، ناحية ينبع، ناحية ينبع أيضا. هذه الغزوات الثلاث، الأبواء والدان والأبواء وبواط والعشيرة، خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعد مقدمه المدينة، بعد سنة من مقدمه المدينة صلى الله عليه وسلم، فخرج ليتلقى عيرا لقريش، خرج ليصد تجارة لقريش ويأخذ ما فيها من الأموال، ولكن الله سبحانه وتعالى كفاهم القتال، ما لقوا قتالا وما صادفوا العيرة أيضا، يعني في كل مرة يفلت العيرة، وفي كل مرة لم يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فيها قتالا. يقولون غزوة العشيرة هي غزوة بدر الأولى، غزوة العشيرة بعضهم يقول إنه هي غزوة بدر الأولى، يعني ليس بدر الكبرى، يعني بدر بدرين، بدر الأولى وبدر الكبرى. بعض العلماء يقول أن هذه الغزوات الثلاث، الأبواء وبواط والعشيرة، هي مقدمة لغزوة بدر الكبرى، يعني هي أسباب، من جملة الأسباب في غزوة بدر الكبرى هي هذه الغزوة، هذه الغزوات. في هناك كتاب مهم جدا في باب سير المغازي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في تفصيله وتحليله للمغازي، هو كتاب كتب الدكتور شوقي أبو خليل رحمه الله تعالى، فله كتيبات مستقلة، كل غزوة لوحدها، غزوة بدر لوحدها، يذكر فيها الأسباب، يذكر فيها سير المعارك، يذكر فيها الخريطة كيف تحرك فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر النتائج، يذكر ما يستفاد منها بعد ذلك. فهو مؤرخ، يعني مؤرخ دقيق، الدكتور شوقي أبو خليل رحمه الله تعالى، كان أستاذنا في الجامعة عندما كنا في الشام، وله كتاب معروف هنا أظن في التاريخ الإسلامي، أطلس السيرة، له الأطالس، أطلس السيرة وأطلس التاريخ أطلس القرآن، وله هذا الكتاب مجموعة من 10 كتيبات، أظن سماها المغازي أو هكذا، وله مجموعة أخرى سماها معارك الإسلام الكبرى، فذكر يعني حطين والزلاقة وهذه المعارك الكبرى القادسية، أيضا أفردها بالتأليف معارك الإسلام الكبرى غير مغازي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فيذكرون من جملة أسباب، يعني من جملة أسباب بدر الكبرى هذه الغزوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صار يهدد لهم التجارة التي تمر في طريقها إلى الشام في ذهابها وإيابها، فلذلك هم بعد ذلك حصل ما حصل في بدر، ومن يعني تصدي النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا.
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال كنت إلى جنب زيد بن أرقم، طبعا زيد بن أرقم صحابي وصاحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل له كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة؟ قال 19. قيل كم غزوت أنت معه؟ قال 17. قلت فأيهم كانت أول؟ قال العسير أو العشير، شك من الراوي يعني، فذكرت لقتادة فقال العشير. إذن يعني هذه الغزوات التي ذكرها، قال ذكر فكان أولها غزوة العسيرة. طيب أين غزوة الأبواء وأبواط؟ قال هي كانت خفيت على زيد بن أرقم بكونه كان صغير السن فما ذكرها، هو ذكر أول غزوة العشيرة مع أنه قد سبقها غزوتان. باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل ببدر، يعني إخبار النبي صلى الله عليه وسلم من سيقتل ببدر من المشركين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الذين يقتلون في غزوة بدر في أثناء المعركة، يعني أثناء المعركة عندما عند قبل بداء المعركة النبي عليه الصلاة والسلام قال يقتل هنا فلان وهنا فلان وهنا فلان، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هنا هذا الحديث مساق لما قبل ذلك، لما قبل الغزوة. حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق أنه قال حدثني عمرو بن ميمون أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدث عن سعد بن معاذ أنه قال كان صديقا لأمية بن خلف. كيف هكذا؟ سمع عبد الله بن مسعود حدث عن سعد أنه قال كان صديقا. يعني سعد يحدث ابن مسعود أو أنه ابن مسعود يقول ذلك، يعني أنه يعني ابن مسعود إما أن يقول هذا الكلام كان صديقا هو من كلام ابن مسعود فلا إشكال، وإما من كلام سعد، فكيف سعد يقول كان صديقا بدل أن يقول كنت صديقا؟ قال هذا من باب الالتفات، يعني من التكلم إلى الغيبة، أنه قال كان صديقا لأمية بن خلف، وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد، وكان سعد إذا مر بمكة نزل على أمية، إذن في بينهم صداقة قديمة يعني، فكانوا إذا مر أحدهم على مدينة الآخر كان ينزل ضيفا عنده، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انطلق سعد معتمرا فنزل على أمية بمكة، إذن كان الصحابة رضي الله عنه غير ممنوعين من أن يعتمروا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يعني سيدنا سعد اعتمر، وسيدنا أبي أيضا ورد عن سيدنا عمر أيضا أنه اعتمر عندما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة، لكن الذي كانوا ممنوعين منه هو الحج، الذي منعوا منه إنما هو الحج وليس العمرة، فكانوا يعتمرون بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عندما اشتدت الخلاف بين المشركين صار يمنعوا المسلمين من أن يعتمروا، وهذه صورة من صور المنع من الطواف. انطلق سعد معتمرا فنزل على أمية بمكة فقال لأمية انظر لي ساعة خلوة لعلي أن أطوف بالبيت، يعني ساعة لا يكون فيها أحد أستطيع أن أخرج غير أن يعترضني أحد فيمنعني من الطواف والعمرة، لعلي أن أطوف بالبيت، فخرج به قريبا من نصف النهار، يعني هذا وقت لا يخرج فيه إلا صاحب حاجة، وقت اشتداد الحر ما يخرج فيه الناس، فلقيهما أبو جهل فقال يا أبا صفوان من هذا معك؟ أبو صفوان هو كنية أمية، أمية بن خلف كنيته أبو صفوان، فقال يا أبا صفوان من هذا معك؟ فقال هذا سعد، فقال له أبو جهل، يعني قال أبو جهل لسعد ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم الصبا وزعمتم أنكم تنصرونهم وتعينونهم، أما والله لولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما، يعني يهدده أنتم آويتم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فالصبات الصابئ معروف هو من يخرج من دين قومه إلى دين آخر يسمى صابئ، لذلك ورد أنه قال قيل لهم
أسلموا قالوا صبونا، فما أحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقتلهم سيدنا خالد يعني. نعم صابي 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 صباب لا الصابئون شيء آخر، الصابئون هم الذين يعبدون الكواكب، هم من أهل الكتاب يعني، يعتبرهم إمام أبو حنيفة أنهم كان لهم كتاب. أما الصبات جمع صابئ، الصابئ هم من خرج من دينه إلى دين قومه، من دين إلى آخر يعني. من منع عن الحج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مشكل النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لأحد في أن يحج أو استأذن أحد في الحج، ما ورد أنه أحد حج يعني من الصحابة رضي الله عنه. أما العمرة يعني لأن الحج ما نزل فيه شيء يعني، لأنه هو كله في أصنام ويعني وفي تغيير، حتى نزل يعني الأمر من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالحج، وحتى بين الله تعالى له المعالم يعني. وحتى يعني طبعا ما حج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أزيلت آثار الأصنام والأوثان. أويتم الصبات وزعمتم أنكم تنصرون يعني، كيف أنت إذا تأتي إلى ديارنا وأنت عدو لنا وأنت تطوف الآن في البيت آمن، كيف هذا؟ لولا أنك مع أمية لما رجعت إلى أهلك سالما يعني. فقال له سعد ورفع صوته عليه، عنده قوة يعني، عنده حماية الآن وغير حماية قوة الإيمان قوة الإسلام. أما والله لئن منعتني هذه لئن منعتني هذا الطواف يعني والعمرة لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك إلى المدينة، يعني لأمنعنك طريقك إلى المدينة على المدينة. نعم. فقال له أمية لا ترفع صوتك يا سعد على أبي الحكم سيد أهل الوادي. يعني كل واحد صار كما يقولون يمدح الآخر يعني. فأبو جهل قال لولا أنك مع أبي صفوان يعني لأنا ما رجعت إلى أهلك سالما، فهو تفخيم يعني احترام من أبي جهل لأمية. أمية ماذا قال لسعد؟ لا ترفع صوتك على سيد الوادي، سيد أهل الوادي يعني سيد أهل مكة يعني، لأن مكة في وادي. فقال سعد دعنا عنك يا أمية، يعني اترك هذا الكلام الذي اترك هذا الكلام، في شيء أهم يعني، هذا يعني خلاص مشي هذا يعني، لكن اسمع لشيء ما هو أهم بالنسبة لك يعني. فوالله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم قاتلوك. قال بمكة؟ قال لا أدري. إنه قاتلك في نسخة؟ أنت ما في إنهم قاتلوك. قال لا أدري. ففزع لذلك أمية فزعا شديدا. لماذا؟ يعرفون صدق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفون أنه صلى الله عليه وسلم لا يكذب عليه الصلاة والسلام وأن خبره حق، ولكن منعهم بذلك الكبر، بالدليل أنه يعني بدليل ما بعده يعني وقع في نفسه. فلما رجع أمية إلى أهلي قال يا أم صفوان ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت وما قال لك؟ قال زعم أن محمدا أخبرهم أنهم قاتلية. أيضا عندك بالإفراد أنه قاتلية بحاشية. فقلت له بمكة؟ قال لا أدري. فقال أمية والله لا أخرج من مكة، يعني إذا كان القتال إذا سيقتلني ربما يقتلني في خارج مكة، إذا أنا لا أخرج من مكة. فلما كان يوم بدر استنفر أبو جهل الناس، استنفر بمعنى حثهم على الخروج إلى القتال، أن ينفروا إلى القتال. قال أدركوا عيركم. طبعا عندما أبو سفيان رجع من الشام بتجارته، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعترضه في الطريق، وعندما وصل
الخبر إلى أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قصده لذلك، أرسل رسولا إلى مكة وأخبرهم أنه قد اعترض النبي صلى الله عليه وسلم القافلة وجاء بقتاله، وقال أنقذوا عيركم وأموالكم. فأبو جهل حث الناس على الخروج إلى القتال. قال أدركوا عيركم، فكره أمية أن يخرج لأن ذكر إخبار سعد له، فأتاه أبو جهل فقال يا أبا صفوان إنك متى يراك الناس قد تخلفت وأنت سيد أهل الوادي تخلفوا معك، يعني إذا أنت تتخلف تخلف الناس عنك. في رواية أيضا أنه قال إن أبو جهل من أحد الأشياء التي حث فيها أمية على الخروج بعث عقبة بن أبي معيط، وكان عقبة سفيها، وبعث معه بمجمرة، مجمرة البخور التي يوضع فيها البخور والعطر. فجاء عقبة بن أبي معيط إلى أمية، إلى هذا الرجل أمية بن خلف، ووضع أمامه هذه المبخرة وقال له هذه المبخرة لك، إنما هي للنساء، يعني هذه أنت هنا ابقى هنا، وهذه المبخرة أيضا لك، فأنت امرأة يعني. فعندما أبو جهل هو حثه على هذا وقال أنت يا سيد وكذا، وإذا تتخلف الناس يتخلفوا عنك، وقال هذا عقب بن أبي معيط قال أنت امرأة، وهذا الشيء هو رجل يعني معروف في قومه، كيف يقال له هذا الكلام؟ فقام وتجهز للخروج. قال أما إذ غلبتني فوالله لا أشترين أجود بعير بمكة. لماذا تشتري أجود بعير بمكة؟ من أجل أن يهرب. ما أخبره سعد أنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيقتله، فقال هو أنا أشتري أجود بعير، أفضل بعير في مكة، بحيث إذا صار أي شيء أنا أهرب، أجل أن أنجو من القتل. ثم قال أمية يا أم صفوان جهزيني. فقالت له يا أبا صفوان وقد نسيت ما قال لك أخوك اليثربي، يعني سعد، قال لا ما أريد أن أجوز معهم إلا قريبا، يعني أنا سأخرج معهم أتجاوز مسافة قريبة يعني ثم أرجع. فلما خرج أمية أخذ لا ينزل منزلا إلا عقل بعيره، فلم يزل بذلك حتى قتله الله عز وجل ببدر. إذن وكل ما يقطع مسافة يعقل بعيره ويقف يريد أن يرجع، يقول يلا أتقدم قليلا، يتقدم يعقل بعيره يريد أن يرجع، ثم يقول أتقدم قليلا، هكذا حتى وصل إلى بدر، وعند ذلك قتله الله سبحانه وتعالى في الحرب. نعم قتله بلال بن رباح، وأمية هو كان سيده، أمية بن خلف كان سيد بلال وكان يعذبه بمكة، فأمكنه الله تعالى منه في هذا البحر. نعم أليس كذلك تقول المراد؟ بلال هو قتل أمية. لكن هذه الحادثة يعني في رواية أبي بن خلف، لا خطأ أبي، أنا مرة قلت أبي وهذا خطأ. أبي بن خلف هو الذي قتله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مرة أنا قلت أمية هو الذي قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمية هو الذي قتله بلال. لا الذي قتله النبي عليه الصلاة والسلام هو أبي بن خلف، وقتله في أحد. قتله في أحد بس. قريب منها يعني. ذاك أنه قال لو ضربني بشيء يعني بكذا لقتلني. جرحه وجرح فقط يعني وقتل منه. ويقال انه لم يقتله النبي عليه الصلاة والسلام، قتله رجل اخر والله اعلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ان اشقى الخلق من قتل نبيا او قتله نبي، اشقى الخلق من قتل نبيا او قتله نبي، اشقى الخلق من الشقاوة. باب قصة غزوة بدر وقول الله تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذن هذا الكلام متى؟ هذا كان بعد بدر أليس كذلك شيخ دكتور مراد؟
هذه الآية بعد بدر، هذه يوم أحد. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين؟ بلى. يعني عندما خشي المسلمون من أن عندما خرجوا للقتال خشوا أن كرز بن جابر هو أراد أن يبعث بعثا ليعين المشركين على القتال، فخشي المسلمون وخاف المسلمون، فأنزل الله ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم. صحيح هؤلاء سيمدهم هذا الرجل، لكن الله أنتم يمدكم، الله عز وجل يمدكم بالملائكة بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، يعني إذا أنتم صبرتم وتوكلتم على الله عز وجل والتزمتم أوامر الله، ويأتوكم من فوركم، يأتيكم مشركين من فورهم، يعني من ساعتهم من لحظتهم أو من خروجهم في غضبهم. قل فورة الإنسان، خرج الإنسان في فورته أي في حين غضبه، يعني يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ما معنى مسومين؟ يعني لهم سيمة وعلامة يعرفون بها، وكان سيمة الملائكة في بدر ثياب بيضاء بعمائم، لكن هذه العمائم مختلف أنه هل هي صفر أو بيض أو حمر، لكن الأرجح أنها إما سود وإما صفر، يعني إما سود، وقد يطلق إذا كانت العمائم مثلا تلونت كثيرا مثلا قد تقرب إلى سواد مثلا أو نحو ذلك. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يعني الله تعالى غني عن الأسباب، الله ينصركم من غير ملائكة، لكن الله جعله بشارة لكم بطمأنينتكم، كما قال الله تعالى في إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. ماذا قال تعالى؟ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. فالله سبحانه وتعالى حاشاه يعني يحتاج إلى أسباب أو إلى شيء، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هذه بشارة للمؤمنين، طمأنينة لهم ليثبتوا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقطع طرفا طائفة من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. وقال وحشي قتل حمزة طعيمة طعيمة قتل حمزة طعيمة بن عدي بن الخيار يوم بدر. وسيأتي معنا يوم أحد كيف ما هو السبب لقتل حمزة رضي الله تعالى عنه. يعني وحشي هو الذي قتل حمزة. وقوله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. الشوكة الحد، يعني الله سبحانه وتعالى يخبر أنه عندما خرجوا للقتال يوم بدر، يعني خرجوا لغزوة بدر، كان يريدون إحدى الطائفتين إما العير أو النفير، ولكن ماذا كان يميل قلبهم؟ كان يميل قلبهم إلى العير لا إلى القتال، غير ذات الشوكة، ذات الشوكة القتال. يعني حدثني يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن الشاب عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يقول لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، غير أني تخلفت عن غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بدر ما كانوا يظنون أنه يكون قتال، لأن النبي عليه الصلاة خرج ليتصدى لعير، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، على غير موعد. هم كانوا يريدون فقط أن يحرزوا الغنيمة العير ويرجعوا، وما كانوا يظنون أنهم يلقوا قتالا. باب قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم، يعني تتضرعون إليه وتدعونه فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين.
وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشاكم النعاس. في قراءتنا نحن يغشيكم مهم في قراءة ماذا عندك دكتور؟ يغشيكم عندنا يغشاكم في رمز؟ لا يغشاكم ما في عجيب إذ يغشاكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. ما علاقة المطر ورجز الشيطان وهذا؟ يقول العلماء يعني المفسرون أن المسلمين لما ذهبوا إلى بدر أصاب بعضهم الجنابة يعني ما وجدوا ماء للوضوء ونحو ذلك، فأدخل عليهم الشيطان شيئا، قال أنتم كيف تقدمون على القتال؟ ما صليتم، ما توضأتم، بعضكم جنوب، وهم خائفون أيضا. فماذا الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم النعاس؟ ناموا، والخائف لا ينام، والخائفون أصلا يعني هذا الموقف، فناموا. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، أجل الذي يتوضأ من يتوضأ ويغتسل من يغتسل وتشرب الماء ويذهب عنكم رجس الشيطان، هذا الذي أدخله عليكم الشيطان يذهبه الله سبحانه وتعالى، وليربط على قلوبكم يقوي قلوبكم ويثبت به الأقدام، أجل أن تبقوا ثابتين. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا قووهم سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق، اضربوا على الهامات على الرؤوس، واضربوا منهم كل بنان، البنان هذا، ويعني اضربوا منهم كل مكان. لذلك كان القتل والضرب في يوم بدر كان كثيرا، يعني الضربات كانت في أجساد كبيرة كثيرة جدا، يعني الطعون. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب سبحانه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أولا 300 ثم 100 1000 3000 الله وعدهم بألف ثم بثلاثة ثم بخمسة. لذلك العلماء يقولوا أنه هل آية الألف والثلاثة وخمسة هي نفسها آية الألف والثلاثة أم هذه الأولى في أحد والثانية في بدر؟ كثير من العلماء يقول الأولى في أحد، لا 3000 5000 ألف ثلاثة، أما هذه 1003. بعض يقول بالعكس 1003 في أحد وخمسة في بدر، لكن ظاهر النصوص أن 3000 في بدر والخمسة آلاف في مكان في أحد. إذا كثير من المفسرين عندما ذكروا لقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة فاتقوا الله ولعلكم تشكرون إذ تقول المؤمنين إليك فيكم يمتلك ربكم 3000 من الملائكة المنزلين، قالوا هذا أحد، لأنه قال لقد نصركم الله بدر، إذ تقول أنت في أحد ألي يكفيكم؟ قالوا السياق سياق أحد، وإذ غدوت من أهلك تبوئ من مقاعد القتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهم على الله، هذا عن أحد. وذكرهم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة إذ تقول للمؤمن في هذا الخروج يعني. لكن بعض العلماء يقول أن هذا أيضا في يعني في غزو بدر محتمل يعني، فالآية محتملة، لكن هنا أوضح هذه الآية أن هذه بدر، هذه خاصة لبدر. يغشيكم النعاس أمنة منه ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان ويربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. لا بعد 3000 ولكن ثم جاء 1000 ملك. لا، إذا حملنا تلك الآية على أحد يكون هنا 1000 فقط. لا فقط يعني، معنى ورد أنه يعني ورد أنه أتى 3000، قال إن الله تعالى يقول يمددكم بألف من الملائكة مردفين، مردفين يعني يأتي
فوج وراء فوج يعني يردف بعضهم بعضا. إن تصبروا بشرطه ولا إن تصبروا وتتقوا. نسبة الصبر يعني. الصبر نعم. الله أعلم يعني إنه كم نزل الظاهر في هذه الآية 1000. لكن بعض النصوص تقول إنه 3000. بعض يقول 5000. الذي قال 5000 حملا على الآية الأولى. الذي قال 5000 حمل على الآية الأولى حملها هنا على بدر. طبعا يقول لا هذه ليست بدر يعني. وعدهم الله في بدر بألف وعدهم في أحد بألف بثلاثة بخمسة. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب أنه قال سمعت ابن مسعود يقول شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به يعني مما وزن به من الدنيا يعني لو كان مهما وزن لي من الدنيا يكون هذا الموقف لأن فضلت هذا الموقف على الدنيا وما وزن بها به أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول لك كما قال موسى اذهب أنت وربك فقاتلا ولكننا نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره يعني قوله فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسره يعني قوله. إذن هذا كلام مقداد بن الأسود. طبعا بعد ذلك تكلم سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال كأنك يا رسول تريدنا فقال امضي يا رسول الله بما يعني بما تشاء وبما تريد فوالله لو سلكت بنا الى يعني لو ذهبت بنا الى برك الغمات لقاتلنا معك. يعني لو ذهبت بنا الى ابعد مكان ممكن نحن نذهب به الان لذهب معك. بعض العلماء يقول انه هذا كلام سعد ليس كلام المقداد لكن يقول الارجح هو روايه البخاري انه هذا كلام المقداد بن الاسود. ماذا؟ يشاق لله مخالف حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن كلمة عن ابن عباس أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم أنشدك عهدك ووعدك أنشدك أطلب وأسألك. لأن النشيد ما هو النشيد؟ النشيد هو رفع الصوت ومنه رجل ينشد ضالة ينشد يطلب ويسأل يعني من رأى كذا بصوت مرتفع فأنشدك يعني أسألك وعدك عهدك ووعدك يعني بالنصر أنت وعدتني بالنصر وبالظهور اللهم إن شئت لم تعبد يعني كما في رواية أخرى اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض يعني إن نهلك نحن والمؤمنين لن تعبد في الأرض. لماذا؟ لأن الله أخبره أنه خاتم الأنبياء والرسل فلو هلك المؤمنون ومات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد في الأرض عبادة لله عز وجل فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك يكفيك يا رسول الله يعني. فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبور مع أن الآية مكية الآية سورة القمر مو هيك؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام خرج وهو يردد هذه الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقولون هنا غلب عليه حالة الخوف من الله عز وجل يعني في حالة رجاء في حالة خوف حالة خشية من الله لله عز وجل. يقول بعض العلماء انه يعني الكتاب المعركة تكون بأمرين بالسلاح وبالدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام بما أنه كان يدير المعركة
فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجاهد بدعائه صلى الله عليه وسلم. باب ما ذكر فيه الإمام البخاري وفصله عن الباب الذي قبله. الإمام البخاري عندما يأتي باب مثلا لا يترجمه بشيء فكأنه يقول هذا مختلف عما قبله، لأجل لا يظن أن هذا الحديث تابع لما قبله يكون فيه مشكلة. حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم أنه قال أخبرني عبد الكريم أنه سمع مقسم مولى عبد الله بن الحارث يحدث عن ابن عباس أنه سمعه يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر والخارجون إلى بدر، لا يستوي القاعدون من غير أولي الضرر ومجاهدون في سبيل الله، قال القاعدون عن بدر، خارجون مجاهدون في بدر، إذا خصوصية يعني. لذلك كان أهل بدر لهم فضل عظيم على غيرهم، لذلك عندما يعد الصحابة مباشرة ماذا يقال؟ يقال إنه بدري هذا، أهل بدر يعني، لذلك لهم فضيلة عظيمة. باب عدة أصحاب بدر، كم كان عدد أصحاب بدر؟ 315 الله أعلم. يقول بعضهم هو 305 306، رأيت هذا القول؟ هذا قول قوي، لكن يحمل على الذين قاتلوا، أما الذين حضروا قد يكونوا 317 أو 13 أو 19 أو 15، وفي قول 14 الذي قيل في العدد من ما فوق 10 13 14 15 17 19، والذي قيل في الذين قاتلوا يعني هذا مجموع العدد في الذين قاتلوا قيل 5 وقيل 6 وقيل 7، فمن عد النبي صلى الله عليه وسلم مع من قاتل زاد واحد، أما البقية هناك من حضر ولم يقاتل مثل ابن عمر مثل البراء، هؤلاء رده النبي عليه الصلاة والسلام القتال، لكن كانوا موجودين في يعني يعينون كذا يفعل يعني لهم عمل آخر غير القتال، المقصود من الذين قاتلوا يوم بدر. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء أنه قال استصغرت أنا وابن عمر يعني في يوم بدر، وحدثني محمود قال حدثنا وهو عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال استصغرت أنا وابن عمر يوم بدر، وكان المهاجرون يوم بدر نيفا على 60 والأنصار نيفا 40 و200، نيف 60 يعني هكذا يجتمعون يعني الزيادة على 310، يعني 40 و60، 240 و60 300، نيف ونيف، إذا نيف إذا أخذنا نحن ما بين عشرتين إذا هذول يقصد به المقاتلين، يعني أخذ من هنا مثلا 3 ومن هنا 3 صار 6، من هنا 3 من هنا 4 صار 7، تمام؟ لأني متى يستخدم كلمة نيف؟ ما زاد على العشرة، عندما تستخدم أنت زاد على العشرة تقول نيف، تقول 40 ونيفا، فأنت فوق 40 تقول نيف، يعني ما بين العقدين، ما بين العقدين تأخذ كلمة نيف، تقول 10 ونيف، 20 ونيف، 30 ونيف، يعني ما بين الثلاث، ما بين مثل 20 والأربعين، ما بين 20 و30 تقول نيف، ما بين 30 و40 تقول نيف. إذا كان بدر، إذا كان المهاجرين 60 وقليل ومثلا 63 مثلا 64 والمهاجر والأنصار مثلا 244 43 42 تمام، يكون هذه العدة تقريبا، هذا العدد بالنسبة لمن قاتل يعني.
حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر 113 و300. قال البراء لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. إذا هذا شهادة لأهل بدر أيضا. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن إسحاق عن البراء أنه قال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث عن عدة أصحاب بدر عن عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن 113. من طالوت؟ طالوت هو رجل من بني إسرائيل جعله الله سبحانه وتعالى قائدا على جيش الإسرائيليين لقتال جالوت، وجالوت كان جبارا كان متكبرا، وجعله الله سبحانه وتعالى جعل الله تعالى طالوت ملكا ملكا على بني إسرائيل ليقاتل، فخرج لقتال جالوت، وعندما التقى في قتاله مع جالوت قال من يقتل جالوت فإني أزوجه ابنتي. فداود عليه الصلاة والسلام قتل جالوت، وعند ذلك زوجه ابنته، وبعد ذلك قال أصابه غيرة من داود طالوت، أصابه غيرة من داود عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى بعد ذلك أتاه الحكمة وعلمه وكذا، فغضب واشتاط غيظا على داود عليه السلام، ثم بعد ذلك تاب إلى الله عز وجل وترك الملك وخرج مجاهدا هو وبعض من جنوده واستشهدوا في سبيل الله عز وجل. هكذا يقول الله تعالى. كان ملكا كلاهما، كان سيدنا داود أيضا أتاه الله الملك، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. إذن هذا شهادة والله ما جاوز النهر إلا مؤمن، فمن جاوزه طالوت. لكن الروايات الإسرائيلية هي التي تدعي لنا بعض الأشياء، شكوك كذا. هكذا دائما شأن اليهود، يعني يصورون غدر وخيانة لأنهم أهل الغدر والخيانة يعني، فيأتون إلى عباد الله الصالحين ويشوشون عليهم يعني. حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى عن سفيان بن اسحاق عن البراء حا وحدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه انه قال كنا نتحدث عن اصحاب بدر 300 و110 بعده اصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر وما جاوز معه الا مؤمن. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش شيبة وعتبة والوليد وأبي جهل بن هشام وهلاكهم. هؤلاء ورد في حديث أنهم 7 دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، سماهم بأسمائهم، قال هنا مقتل فلان وهنا فلان وهنا فلان وهنا فلان وهنا فلان، ودعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، يعني توجه جهتها، وهذا من السنة الإنسان عندما يدعو الله سبحانه وتعالى أن يستقبل الكعبة لأنه أرجى الإجابة والقبول. فدعا على نفر من قريش، على شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وجابر بن هشام، فأشهد بالله لقد رأيتهم صرعى قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا، يعني بسرعة تغيرت أجسادهم يوم حرارة شديدة. وإذا يقتل الإنسان وخاصة هؤلاء جيف يعني المشركين، نسأل الله العافية، لقد رأيتهم صرعى، صرعى قتلى يعني. باب قتل أبي جهل فرعون هذه الأمة. طبعا حدثنا ابن مير قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا قيس عن عبد الله رضي الله عنه أنه أتى أبا جهل وبه رمق يوم بدر،
فقال أبو جهل: هل أعمل من رجل قتلتموه؟ يعني قتلكم إياي هو يعني قتل قوم قتلوا سيدهم، يعني ليس أكثر من ذلك. هل أعمد من رجل قتلتموه؟ بعضهم يقول يعني بمعنى أعجب، يعني أنا أعجب من رجل، أعجب من قوم قتله، أعجب من قوم قتلوا سيدهم، أعجب من قوم قتلوا سيدهم، أو أنه هذا ليس فخر لكم يعني، وليس عار علي، سيد قتله قومه. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التميمي أن أنس حدثه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن سليمان التميمي عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود رضي الله عنه فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، يعني حتى وصل إلى آخر الموت، يعني إلى الموت، يعني إذا برد، كلمة برد معنى مات يعني، لكن في بعض الأحيان برد يستخدم إلى آخر رمق به، يعني يشارف على الموت يعني. قال: أنت أبو جهل؟ قال فأخذ بلحيته قال: وهل فوق رجل قتلتموه أو رجل قتله قومه؟ قال أحمد بن نوس: أنت أبو جهل؟ يعني غير استفهام، يعني غير الهمزة الاستفهام. يعني هذا ليس علي، ليس فيه علي عار، يعني هل فوق رجل قتلتموه؟ يعني ما في انا العار عليكم ليس علي، يعني هل يعني ازيد، بمعنى ازيد من رجل قتلتموه؟ يعني تصور هذا الرجل، ما الى اين وصل به الكبر يعني، حتى اخر رمق في هذا، يعني ما يزال سيد هو و حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من ينظر ما فعل أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قال ضربه ابن عفراء حتى برد، فأخذ بلحيته فقال: أنت أبا جهل؟ كيف أنت أبا جهل؟ يقول: أنت أبو جهل؟ كيف أنت أبو جهل؟ أبا جهل؟ قال: أنت، يعني أنت أبا جهل؟ يا أبا جهل يعني أنت؟ قال: وهل فوق رجل قتله قومه أو قال قتلتموه؟ حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سليمان قال أخبرنا أنس بن مالك نحوه. من الذي قتل أبو جهل أستاذي؟ معاذ معاذ ومعوذ ابن عفراء. هلا الذي ورد في صحيح مسلم ان الذي قتله معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح. وورد ان الذي قتله ابن عفراء معاذ ومعوذ بن عفراء كما هنا. فكيف الجمع بين هذا؟ ابن مسعود معروف يعني. اما الاشكال في هذه الاسماء الثلاثه. فبعضهم قال إيه قد يكون معاذ بن عمرو بن الجموح أمه اسمها عفراء أيضا، وهذا لا مانع، فيكون معاذ ومعاذ هم الذي قتلوه. قال: واحتمل أن الذي قتله، يعني الثلاثة انطلقوا لقتله، معاذ ومعوذ ومعاذ بن عمرو بن الجموح، والذي تولى أكثر ما ضربوا به هو معاذ المعاذين، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، فمعاذ انطلق معهم يعني. يعني عندما انطلقا معاذ ومعوذ انطلقا معا، ثم الذي تمكنوا منه المعاذين، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء. ثم جاء سيدنا عبد الله بن مسعود ووجد به رمق فاحتز رأسه، يعني قعد فوق صدره وقال قال: لو كان غيرك يعني أنت تقتلني يعني. أنت واحد راعي غنم يعني، يعني يقول لي سيدنا عبد الله يعني ما في احد يقتل الا راعي غنم، كبر عنده يعني، كما انه
انا راعي غنم سيقتلني، يعني لو كان واحد له شأن يعني. وجدت شيئا في المراد؟ لذلك قال ورد انه لما قتل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ابا جهل، ذهب الى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد قتل ابو جهل. فقال: والله الذي لا اله الا هو، يعني احلفك بالله قتل. فقال سيدنا عبد الله: والله الذي لا اله هو. قال وكررها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات: والله الذي لا اله الا هو، يعني بالله انه قتل. طبعا يعني صور سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في شيء، يعني في بشريه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يعني وعده الله عز وجل، والله وعده، وهو موقن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله سينجز له ما وعده ويحقق. وحتى النبي عليه الصلاه والسلام عين هذا مصرع ابو جهل هنا، يعني ومع ذلك يقول سيدنا: والله الذي لا اله الا هو. اذا ما هي الحاله التي كانت يعني في حال ذلك؟ كانت مع بدر، يعني معركه ليست سهله، يعني وجريد مانع كبير. طبعا لذلك النبي عليه الصلاه والسلام يعني فرح فرحا شديدا بقتله، لانه زال من يعني هؤلاء الرؤوس يعني قتلت، يعني الله سبحانه وتعالى قدم للمدينه المنوره بما كان بين الاوس والخزرج، وقدم لمكه يوم بدر وما بعدها، يوم بدر ويوم احد، فقتل صناديد المشركين، رؤوسهم قتلت، ولذلك كان فتح مكة بعد ذلك وإسلام أهل مكة. هؤلاء العقبات والعثرات ذهبوا يعني. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء عبد الله بن مسعود أخبره، قام النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى مكانه، إلى مكان أبي جهل، حتى يرى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعلا هذا قتل يعني. الآن في بعض الدعايات الإعلامية، عندما يكون هناك إنسان ذو شوكة وشدة على مثلا طرف مقابل في القتال أو في مشاكل، يعلن مثلا الطرف الذي فيهم هذا الرجل أنه قد قتل وهو لم يكن مقتولا. لماذا؟ بسبب أنه يغيب عنه الأنظار، يعني خلاص أنه هذا، أنت أديت مهمة، خلاص أنت اذهب ارتاح يعني. النبي عليه الصلاة والسلام وجده قد قتل فعلا يعني. لذلك الآن كثير من يعني الدعايات يعني قال فلان قتل يعني، هو لا يكون مقتولا يعني. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو يعني صدق عبد الله بن مسعود لا شك، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعينه يعني، يراه صلى الله عليه وسلم بعينه. وورد في روايات أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطبه أيضا: إن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ورد أنه خاطب أيضا مع أصحاب القريب كلهم كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. حدثنا علي بن عبد الله قال: كتبت عن يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم عن أبيه عن جده في بدر، يعني حديث ابن عفراء. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يقول: حدثنا أبو مجلز عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أنا أول من يجثوي بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. فقال قيس بن عباد: وفيهم أنزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم، قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيد بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعقبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار وصب من فوق رؤوسهم الحميم. فالخصمين يقول سيدنا علي رضي الله عنهم أنهم الذين كانوا قاموا للمبارزة قبل بدر، فبرز حمزة لعتبة وعبيدة لشيبة وعلي للوليد، فقتل حمزة عتبة وقتل علي الوليد، وعبيدة اختلفوا في ضربه هو وشيبة، فأصابه في قدمه في رجله، وبعد ذلك أعانه علي، سيدنا علي وحمزة أعانوا على قتل شيبة، فقتلوا هؤلاء الثلاثة، وعبيدة في الطريق مات بعد ذلك، استشهد.
بسبب الجراحة التي أصابته عبيدة بن الحارث رضي الله تعالى عنه. ابن عم رسول الله. نعم. عبيدة بن الحارث. نعم. حدثنا لأني مشهور يعني إنه عندما صارت المبارزة فخرج شباب من الأنصار فقال ارجعوا نحن نريد أبناء عمنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اخرج يا حمزة، اخرج يا عبيدة، اخرج يا علي. أقاربهم اخرج. نعم قال نريد قومنا. الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أكبر أعمامه. نعم. حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم وعلي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي ذر رضي الله عنه قال نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في ستة من قريش، علي وحمزة وعبيدة بن الحارث هؤلاء من المسلمين، وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا يوسف بن يعقوب كان ينزل في بني ضبيعة وهو مولى لبني سدوس. من هذا يوسف بن يعقوب يفسره يعني. حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن قيس بن عباد أنه قال علي رضي الله عنه فينا نزلت هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم. حدثنا يحيى بن جعفر قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد أنه قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم لنزلت هؤلاء الآيات في هؤلاء الرهط الستة يوم بدر نحوه. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو هاشم عن أبي مجلس عن قيس أنه قال سمعت أبا ذر يقسم قسما إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم نزلت في الذين برزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث وعتبة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. حدثني أحمد بن سعيد قال أبو عبد الله قال حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق أنه قال سأل رجل البراء وأنا أسمع قال أشهد علي بدرا؟ قال وبارز وظاهر. شهد كيف ما شهد، هو أول من بدأ بالمبارزة بارز، والمبارزة هي القتال يعني فريقين من المتقاتلين قبل بدء القتال، المبارز يبرز هذا مثلا ثلاثة من هنا ثلاثة من هنا يتبارزون ثم تبدأ المعركة على إثرها. هذا واحدة واحدة أم مجموعة بمجموعة؟ الأصل واحد لواحد، يعني إما يخرج واحد لواحد أو يخرج مثلا ثلاثة لثلاثة خمسة لخمسة يحصل مبارزة ثم بعد ذلك تبدأ المعركة. وهذه المسألة عرضها الفقهاء بمسألة يعني هل يكون هناك مبارزة تشرع المبارزة أم لا تشرع؟ قال حسب إذا كان عندنا نحن أقوياء أشداء يمكن أن يعني يقوم بهذه المهمة يكون فيها تقوية للمسلمين مثل التفاؤل يعني. نعم يكون فيها يعني رفع المعنويات، لكن لا نقدم ضعيف أو إنسان غير واثق بنفسه أو كذا حتى لا تنزل معنويات الجيش. حدثنا عبد العزيز قال حدثني يوسف بن الماجشوع عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن قال كاتبت أمية بن خلف فلما كان يوم بدر فذكر قتله وقتل ابنه فقال بلال لا نجوت إن نجا أمية. يعني طبعا كما قلنا قبل قليل أنه الذي قتل أمية هو بلال رضي الله تعالى عنه، لأنه بلال كان عبد عند أمية وكان أمية يعذبه عذابا شديدا. حدثنا عبدان قال أخبرني كاتبت عبد الرحمن عوف
بينهما اتفاق في التجارة كده شيء. لا الذي أعرف أنه قصة بلال يعني ظاهر عن قصة بلال رضي الله عنه يعني عن قصة بلال أنه قال كاتبت أمية بن خلف عن أبيه عن جده عبد الرحمن قال كاتبت أمية. هذا كان في حديث ورد في البخاري أيضا نعم. وكان عبد الرحمن بن عوف يحاول أن يعني يحفظ يعني كان على أمية بن خلف وكان بينهما شيء إما اتفاق في التجارة أو شيء يعني نعم. في البخاري في هذا الدرس وكان يعني يحاول أن يمنع بلالا يعني تعاقد معه نعم على أن يحفظ بلال لا لا تعاقد معه على أن كان عنده مال في مكة أو شيء كذا كان يقول أمية خذ لي عبيدا مكة لما لا بارث عبد الرحمن بن عوف هنجب شيء لماذا يقول لك يعني sizin bir köleyi istiyorsun benim köle olarak alayım korunmak istiyorum ben korunmak istiyorum köle olarak alıyor belki ondan sonra mükatebe yapmış olabilir o aslında ne diyor demiş onu biliyor o var kitaplarda yani bir ortada kalmış ölümden korkuyor oğluyla ikisi ve gel bir köleye ihtiyacı yok diyor köle olarak beni esir etsene diyor esir olarak al diyor yani o يبقى بينهم ويخاف من الموت يريد ان يعني يقترح لهم ان يكون عبدا عندهم اسيرا خذني اسيرا خوفا من الموت فاخذ عبد الرحمن اسيرا لكن قال فلما كان يوم بدر هو شيء يعني تجارة لا علاقة بشيء ليش مش تبغى هذا؟ انت لم يشتم Koruya çalışıyor Abdurrahman. Yavaştı diyor şey Ümeyye. Ümeyye yavaştı, ağırdı, yavaştı diyor. Evet diyor. Kime kal Şeyh Muhammed? Kal, ete mana fi kitab-ı vekala. قال كتبت أمية بن خلف كتابا من يحفظني في صياغة مكة وأحفظه في صياغته وصياغة الرجل خاصته والذين يميلون إليه ويأتونه. تجارتها حتى أمية كان يعني ثقيلا ما استطاع أن يسرع وبلال لحقه نعم قتله المكاتبة أنا ذهب بالي على المكاتبة المكاتبة مشكلة المكاتبة تكون بين بلال وأمية بعد ذلك اشترى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه واعتقله كان بينهما مكاتب؟ لا ليس لا يوجد بس هو اشتراه يعني اشتراه قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ والنجم فسجد بها وسجد من معه غير أن شيخا أخذ كفا من تراب فرفعه إلى جبهته فقال يكفيني هذا قال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافرا أخبرني إبراهيم طبعا قصة مشهورة قصة النجم وما كان فيها قال سجد المسلمون والمشركون المسلمون لأمر الله عز وجل إياهم بالسجود المشركين سجدوا لي بسبب يعني تأثرهم لما رأوا في الآيات من تهديد أفي من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون فلذلك هم سجدوا في بما ورد في هذه الآيات من سورة النجم يعني أخبرنا إبراهيم وموسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن هشام بن عروة أنه قال عن هشام عن عروة أنه قال كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف إحداهن في عاتقه قال إن كنت لأدخل أصابعي فيها يعني الضربة ما تزال مثل حفرة في الجسد يعني قال ضرب ثنتين يوم بدر وواحدة يوم يرموك
قال عروة وقال لي عبد الملك بن مروان حين قتل عبد الله بن الزبير يا عروة هل تعرف سيف الزبير؟ قلت نعم. قال فما فيه؟ قلت فيه فلة فلها يوم بدر. قال صدقت بهن فلول من قراع الكتائب. في هذا الشعر يعني بيت شعر ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. هو مدح هذا لكن مدح في معرض الذم يقولون، لأنه الفلول هو السلم الذي يكون في السيف. يعني أنت إذا تأخذ مثلا حديد مثلا تضربه بحديد ماذا يصبح به؟ هذا شقوق. قال لا عيب فيهم، ما في عيب، لكن فيهم عيب واحد، أن في سيوفهم فلول من قراع الكتائب بسبب الحرب والضرب، وهذا هذا ليس عيبا. قال هذا مدح في يعني يسيق مساق الذم، يعني بمعنى أنه لا عيب فيهم أبدا. يعني فلها فلول، إيه فيه فلة فلها السيف، يعني فيه ثرمة ثرمها يعني شقة بسبب يوم في يوم البدء. يعني فيه فلة، ما هو شقة؟ تمام. متى شقا؟ يوم بدر. تمام. فلة فلها شقها يوم بدر، ثلمها يوم بدر، ثلمة يعني هذا الفعل فله، فله يعني بمعنى شقه. تمام. فل شيئا شقه. عندما نقول فله نستطيع أن نأتي بضمير متصل، هذا ما فهمت. يعني هذا إذا يتعدى إلى مفعولين. تمام. بس إذا ما يتعدى إلى مفعولين كيف يتصل به ضمير متصل؟ طيب وهم الآن معنى واضح يعني. قضية أخرى. قد يعني. يكون شيء آخر يعني عشان. غير شقها يعني. يعني. نعم. طيب أجيب يعني قرأت في سرعة اليوم فلذلك ما فلها. نعم. قال فلها على صيغة المجهول والضمير فيه يرجع إلى الفلة، فلة هي واحد فلول السيف وهي كسور في حده، وفله يفلها أي كسره. ما في شيء قال ثم رده على عروة قال هشام فأقمناه بيننا 3000 وأخذه بعضنا ولوددت أني كنت أخذته. فأقمناه يعني ذكرنا قيمته، يعني كم قيمته؟ قال 3000 وأخذه بعضنا يعني بعض الورثة ولوددت أني كنت أخذته، يعني أخذت هذا السيف سيف الزبير. تبرك. نعم. تبرك كان. لا في سيأتي معنا شيء أصرح من هذا، إنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه شيء ثم بقي عنده ثم أخذه سيدنا أبو بكر ثم أخذه سيدنا عمر ثم رجع إلى الزبير ثم أخذه آل سيدنا علي رضي الله عنه. وهذه يعني مسألة متوارثة، مسألة آثار سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معروف، يعني هذا قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأتحفنك، مر معنا، قال هذا بيت دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر معنا أيضا مسألة الشعرة، شعر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شعر النبي قال أراه شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو كانت عندي سعيد، قال لو كان عندي شعرا منها أحب إلى الدنيا وما فيها. هذا يعني من آثار الصحابة أيضا. نعم، آثار الصحابة. نعم.
يعني الله عز وجل يعني ينجي البلاد من هؤلاء من شرهم. أنتم كأنكم يعني عانيتم هذه السفرة منهم في السعودية. نحن مشتاجنا كل مشكلة كان كمان يطلب مشتاج يعني كوي ولا سكت سنة كت مشتاجنا كوي بيزد كوي هذا واحد يعني ما دام يعرفهم واحد يتجنبهم يعني حاول لا يتصادم معهم يعني عقولهم كالحجر لا تنفع فيه لا ينفع فيها شيء لا ينفع فيها إلا المعول يحتاجون إلى قوة يعني إلى بطش. بعد أيام أنا قلت لهم قصدا الأئمة كلهم يعني يخطئون كثيرا لا يقرأ كلمة فاتح خلفه مصحح كلمة كلمة يمر يعني في المدينة يعني في هذه السنة صعب جدا تراوي مشكلة كبيرة. قلت ما بال هذه الأئمة قولوا سلموا منا هم يجتهدون درسهم قلت لهم قصدا يعني ليحتلوا قالوا نحن لا نستطيع أن نقول لهم أنتم تدعون إلى الله دوني شكرا دعايا قلت الله دعا لك بشكرا سليم أنا سليم 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 حسبي الله قلت لهم قولوا للأئمة يعني يحضروا جيدا يحضروا جيدا يعني آلاف من الناس اجتمعوا هنا والعالم كله يشهد شاهد من التلفاز العيب يعني في هذه السنة أئمة في المدينة يعني مشكلة كم ده درس معنا لا يقرأ جيدا يوما يعني لا دائما يشرح يقول لا يكرر يبدأ يكرر كلمة كلمة يمر كلمة كلمة الله أكبر تضايقنا كثيرا لكن في مكة أفضل مكة نعم أنا ما خطر ببالي ولا مرة أتفرج على يعني أنظر في مكة في المدينة من أنظر دائما إلى مكة مكة جيد ما شاء الله يعني حفظه قوي أما في المدينة ما أعرف كان من كان؟ لا أسمائهم لكن كبير كلهم لا ليس واحدة كلهم نعم حدثنا فروة عن علي عن هشام عن أبيه أنه قال كان سيف الزبير محلا بفضة قال هشام وكان سيف عروة محلا بفضة هذا مسألة أنه هل يجوز تحلية السيف قالوا يجوز تحلية السيف بفضة أو حتى أو ذهب يعني حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للزبير يوم اليرموك ألا تشد فنشد معك قال إني إن شددت كذبتم يعني أخطأتم يعني أو أخلفتم يعني فقالوا لا نفعل فحمل عليهم على العدو على العدو يعني حتى شق صفوفهم فجاوزهم وما معه أحد ثم رجع مقبلا فأخذوا بجامه فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما ضربة ضربها يوم بدر قال عروة كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير سبحان الله قال عروة كان مع عبد الله بن الزبير يومئذ وهو من 10 سنين فحمله على فرس ووكل به رجلا يعني جعل معه قال يعني كان يوم اليرموك معه سيدنا عبد الله بن الزبير وكل به رجل قال له يعني أنه يحفظه يعني لأن اليرموك هي في آخر عهد سيدنا أبو بكر في أول عهد سيدنا عمر فكان ابن عبد الله بن الزبير عمره حوالي يعني 12 سنة 12 13 هكذا يعني كان 10 سنين على إلغاء الكسر يعني تصور أنه متى يعني يخرجونهم إلى القتال صغير يعني يدربونه ويعلمونه اليوم عندما يذكر الله في صبيان في كذا في المعارك كذا دائما يقول في اطفال يعني
الطفل هو عندهم دون 16 دون 18 يعني، هذا ليس طفلا، هذا صار شابا هذا، ولكن هم يتعمدون هذا أطفال يعني. تفضل. فهناك ثلاث ضربات، واحد ضربتين يوم بدر. في اختلاف. ثنتين يوم بدر. هي ثنتين في يوم بدر وواحد يوم المرمو. تعت ثنتين يوم. لا. قالوا فيه وهم على الراوي في الحديث الثاني. لذلك الإمام البخاري قدم الحديث الأول إن هما ضربتين ضربها يوم بدر، والضربة الثالثة هي كانت في يوم يرموك. حدث. نعم سيدي. فضربوه ضربتين على عاتقه. على عاتقه نعم. قالوا بعضهم يعني محتمل هي يعني التي أثرت ضربة واحدة، التي بقي أثرها هي ضربة واحدة، وهناك ضربتين يوم بدر. حدثنا عبد الله بن محمد أنه سمع روح بن عبادة. طبعا إذا الرواية الأولى هي الأرجح، أن ضربتين يوم بدر والضرب الثالث يوم يرمون. حدثنا عبد الله بن محمد أنه سمع روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبو عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر ب24 رجلا من صناديد قريش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث مخبث، يعني منتن يعني طويل بئر يعني. الأصل أن البئر إما تكون مطوية أو غير مطوية، فإذا كانت مطوية تسمى طوي. شلون مطوية يعني؟ لو نحن حفرنا بئر هنا تراب، فإذا بنيت تسمى مطوية بالحجر. أما إذا ما طويت تبقى بقي حالها تسمى ركي، ركية. الآن في عندما يحفرون آبار كلها مطوية، آبار الآن كلها مطوية. لماذا؟ لأنها ينزل فيها حديد، ينزل هكذا حديد حتى يصل إلى الحجر إلى الجبل، فالآبار الآن مطوية. وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال، يعني النبي يقيم في نفس المكان ثلاث ليال لا يغادر يعني صلى الله عليه وسلم. قال فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى وتبعه أصحابه وقالوا ما نرى ينطلق إلا لبعض حاجته، في شيء مهم يعني ينطلق إليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قام على شفة الركية. ركي. طيب قبل قليل قال طوي، كيف صار ركي؟ قال الظاهر أنها كانت طويت قبل ثم تهدمت، يعني هو قليب لذلك سمي قليب. تمام. هذا أنه قال كان قبل ذلك طويت بنية ثم تهدم الحجارة فصارت كأنها ركي، يعني كأنها صارت بئر غير مطوية. فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء أبائهم، يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان، أي سركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ يعني أليس كان خير لكم أفضل لكم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنت بأسمع لما أقول منهم. قال اقتاد أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما. بهذا يجمع بين الأقوال، بين نفي من ينفي السماع أنه لم يسمع ما يعني يستدل بالآية وما أنت بمسلم مما في القبور، وإلى هذا أن الله سبحانه وتعالى أحياه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعوا كلامه. وأظن يقول هذا مطلقا يعني، والآية إنما أنت بمسمع ما أنت بمسمع من في القبور، يعني سماعا ينتفعون به. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما
يعني في قول الله تعالى الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال هم والله كفار قريش، قال عمرو هم قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم، نعم استغفر الله، قال عمرو هم قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله، وأحلوا قومهم دار البوار قال النار يوم بدر، يعني حلوا قومهم الذين قتلوا يوم بدر حلوا قوم يعني وردوهم إلى النار. البوار في الأصل الهلاك، وأي هلاك أكبر من هلاك من قذف في النار والعياذ بالله عز وجل. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أسامة عن هشام عن أبيه أنه قال ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن ابن عمر رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رفع يعني نقل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله، فقالت إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله لا يبكون عليه الآن، قال وذلك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القريب وفيه قتلى بدر من المشركين، فقال لهم ما قال إنهم لا يسمعون ما أقول، إنما قال إنهم الآن لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق، يعني يسمعون لا يعلمون يعني. ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى وما أنت بمسمع ما في القبور تقول حين تبوأ مقاعدهم من النار. حدثني عثمان قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قريب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، ثم قال إنهم الآن يسمعون ما أقول، فذكر لعائشة فقالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم الآن لا يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق، ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت الآية. إذا السيدة عائشة أنكرت أن يكون يعني في هذه الأحاديث أن يكون المشركون سمعوا بآذانهم يعني سماعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أنهم يعلمون أنه الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام حق لأنهم دخلوا في عالم البرزخ. وهذا الذي أنكرته السيدة عائشة أولا أثبتته آخرا، فقد ورد عنها أنها أثبتت أنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم سماعا، قالوا هذا من فقهها وعلمها، كانت أول شيء لا ترى ذلك، ثم لما وجدت الرواية هكذا فهي رجعت إلى هذا وأخبرت أيضا به يعني، فبهذا تزول الإشكال، تزول الإشكال. أين هذه الرواية؟ والله ذكر إمام ابن حجر، نسيت والله في أي، ما إذا كان مطلع القارئ أيضا ذكرها أو لا. قال باب فضل من شهد بدرا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد أنه قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول قد عرفت قد عرفت منزلة حارثة مني، يعني أنه ابني والابن غالب على الأم يعني، فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب وإن تكن أخرى ترى ما أصنع. فقال ويحك أو هبلت أو جنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس. أو هبلت يعني جننت، نقول نحن مهبول مجنون يعني. أو هبلت يعني ماذا، فقدت عقلك حتى تقولي هذا الكلام. هبلت أو هبلت عفوا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن إدريس قال سمعت حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد والزبير وكلنا فارس، قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتع إلى المشركين، فأدركناها تسير على بعير الله حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في نفس المكان، فقلنا الكتابة يعني أعطينا الكتابة، فقالت ما معنا كتاب، فأنخناها فالتمسنا فلم نرى كتابا، فقلنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشه صلى الله عليه وسلم، لتخرجن الكتابة أو لنجردنك. فلما رأت الجدة أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته،
فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت؟ قال حاطب: والله ما بي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهلي وماله. فقال: صدق، ولا تقول له إلا خيرا. فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فقال: أليس من أهل بدر؟ فقال: لعل الله طلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. إذن هذا فضل أهل بدر، اعملوا ما شئتم. يعني هل هذا معنى ذلك أنه يعني أنتم أبيحت لكم المحرمات ورفعت عنكم الأوامر فاعملوا ما شئتم؟ أخطأ فقط، لا أخطأت. يعني معنى أنه هؤلاء أناس يعني الله سبحانه وتعالى يعني سيحفظهم من المعاصي، وإذا ورد منهم بعض الأشياء فالله عز وجل قد عفى عنهم بتلك المرحلة. بعض العلماء يقول: ما مضى قد غفر لكم، ما مضى فقد غفرت لكم، يعني ما مضى فاعملوا الآن. باب، هذا الباب طويل، إلى باب شهود الملائكة بدرا، إن شاء الله في الأسبوع القادم نمشي به ونسرع نحث السير قليلا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.